ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثاني ناس في العذاب الترتيب الزنا يوم القيامة، اللي انت هتمتنع عنه في الحرام هيأتيك في الحلال. من أهم أسباب الحراف أكل الحرام، لما جي ربنا يحرم الزنا حرم الأسباب التي تؤدي إلى الزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. عقوبة الزنا نهايتها إيه في الآخرة؟ لما الزاني أو الزانية بيموتوا إيه اللي بيحصل؟ مجرد الموت يا أخوانا بيبقوا في نار والعياذ بالله، يتاخدوا على طول على جهنم والعياذ بالله في مكان مخصوص اسمه وادي الزنا. الوادي ده عبارة عن فرن مخصوص، الفرن ده نار غير النار اللي بتعذب بيها بقية الناس على فكرة، لأن حرارته مرتفعة أكتر. لا أروح للراجل بتاع الفرن اللي بتاع الخبز بتاع العيش أقول له بدل ما تحط الرغيف حطني جوه، هتستحملي؟ ويبقى الزنا أبشع عند الله عز وجل، خصوصا لما يكون الإنسان متزوج أو الإنسانة متزوجة، تبقى كارثة ومصيبة، عقوبتهم أبشع وأكبر عند الله عز وجل. تسأل نفسك هذا السؤال: ما الذي خرب بيتي؟ وما الذي دمر بيتي من الداخل؟ ما سبب الشقاق الموجود الآن بيني وبين زوجتي؟ الخلافات الزوجية أساسها المعصية، سواء كان ذلك من عند الزوج أو من عند الزوجة. رجل دعته امرأة، دعته إلى لمس يدها فقال إني أخاف الله. يا عم ده أنت بس هتمسك إيدي، ده يعني بس ما فيش حاجة يعني، ده يعني هذه دعوة. لو قال لها إني أخاف الله نجا وكان من الذين يظلهم الله في الدنيا. قاعد بيتكلم معاها ويعني وفرحان ويعني والكلام، دي دعوة بتقول له تعالى نقعد ندردش شوية، ولا هتلمس إيدي ولا حاجة بس هنقعد نتكلم، ما هي دي دعوة أيضا. الواحدة الست لما تمشي في الشارع وهي متزينة ومحترمة ما قلناش حاجة، لكن يعني على سنجة عشرة، ما هي دي دعوة. ما انت ماشية في الشارع بتقول لهم تعالوا بصولي، انت ما قلتيش بلساني وما قلتيش بنيتك ومش في نيتك أبدا ان هم يبصولي، لكن واقع الحال الفعل بتاعك بيقول ايه؟ الفعل بتاعك بيؤدي الى ايه؟ الفعل بتاعك بيؤدي الى ان هم يبصولك. اي واحد هيبصلك انت قد دعوتيه الى ان ينظر اليك. يا ايما امرأة تعطرت فمرت بقوم فاشتموا ريحها فلترجع ولتغتسل غسل الجنابة، وفي رواية فلترجع ولتغتسل فإنها كالزانية، وفي رواية فإنها زانية. سيدة مريم قمة العفة، قمة الطهارة. إذا كان ربنا عز وجل في القرآن ضرب لنا بمثل بالمرأة التي تدعو رجل وتساومه وتراوده، ضرب لنا مثل برضو بامرأة في منتهى العفة، أنى يكون لي ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. خلي بالك سيدة مريم بتقول لم يمسسني بشر، كوني مريم هذا اوعي واحد اياك ان يلمسك رجل، كوني كمريم. لو لمسك واحد انت مش زي مريم. مريم سيدة مريم العذراء، مريم البتول، لم يمسها رجل ولا حتى جبريل مسها. كعب امرأة، كعب واحد، الشافعي بص عليه والكعب ده عجبه نساه العلم. يا خبر ابيض، كم كعب بنشوفه يا جماعه في اليوم؟ ده احنا ما بنشوفش كعوب، ده احنا بنشوف كل حاجه. الحبوب بعض الدكاتره للاسف الشديد، اضف لذلك بقى الاختلاط، اضف الى ذلك البشاعه اللي احنا بنشوفها في الافلام والفيديو كليب والحاجات دي كلها، المجلات الجرائد كل الحاجات اللي هي تثير شهوه الانسان والعياذ بالله، وتقول للناس خدوا منهجكم مش من القران والسنه لا من الافلام، والافلام زي ما انتم شايفين كلها عباره عن حب. انا لا اعلم زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات وكثرت فيه فتن الشبهات كهذا الزمان. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي، يعني في نفس اليوم في نفس الليلة، ويمسي كافرة، يا الله، ويمسي مؤمنة ويصبح، تمضي عليه ليلة واحدة ويمسي مؤمنة ويصبح كافرة. ليه؟ يبيع دينه،
بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يضحي بدينه من أجل لعاعة من الدنيا، من أجل شهوة حقيرة. عندنا كمسلمين ثروة لا يمكن حد يمتلك زيها إلا إذا بقى مسلم. الثروة دي اسمها القيم والأخلاق والمبادئ. أعدائنا أول حاجة يعملوها لنا عشان يخلعوا يشيلوا من جوانا القيم والأخلاق والمبادئ، بدأوا بتجارة الجنس، وبدأت تجارة الجنس بالروايات. بدأوا يكتبوا روايات، مجرد الرجل أو المرأة أو الشاب أو الفتاة ما يقرأ الرواية دي يهيم ويعيش في اللذة والشهوة، بل إن البعض ممكن إن هو يصار لدرجة يعني رهيبة من مجرد القراءة. أهم عامل من عوامل انحراف الأولاد في السلوك والأخلاق والمعاملات، من أهم الأسباب أكل الحرام. افتكر إن أنت عاوز ظل ربنا، واعرف كويس قوي إن اللي أنت هتمتنع عنه في الحرام هيأتيك في الحلال. ولا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. لا يسلم القلب أبدا إلا إذا سلم من هذه الأمور. اللهم إني أعلم أني عصيك، فأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.